من جينا والمجوهرات إلى أنذر مجوهرة من المجوهرات الكرة الأرضية، جيلو جينيفر لوبيز التي ستكون على غلاف مجلة غلامور لشهر أذار المقبل. خلونا نشوف شو أهم تصريحات اللي كانت باللقاء الحصري لمجلة غلامور. جينيفر لوبيز نجمة على غلاف مجلة غلامور بنسختها البريطانية في العدد الذي سيصدر في أذار مارس 2014. لوبيز تحدثت في اللقاء المطول عن اعتنائها برشاقتها وعلاقتها بالراقص كاسبر سمارت، فقالت مما قالته: لا أشبع رغباتي بتناول الطعام، البعض قد يشعرون بالراحة والسعادة لتناول نصف كيلو من البوزة، لكن ببساطة هذا قد يشعرني بالغثيان. وعن الحب في حياتها شرحت: أسعى للقليل من الفوضى، لكنني أريد الأمانة والتنظيم أيضا. لقد احتجت للكثير من الوقت لأكتشف ما أريده، لكنني اليوم إن وجدت بأن الأمور لا تسير بالشكل الجيد سأوقفها ببساطة. شو